في الفترة الأخيرة هنا في القناة بقى كل فيديو بتكلم فيه على ريال مدريد أو بتكلم على تشيلسي لازم ندي الشابوه والشوت أوت لكارلو أنشيلوتي أو توماس توخيل، لأن كارلو أنشيلوتي أنا لسه عندي يقين إنه لو وجود كارلو أنشيلوتي في ريال مدريد الوضع كان ممكن يكون مختلف جدا عن الموقف اللي ريال مدريد فيه. ريال مدريد مركز أول ب 42 نقطة في 17 ماتش، دي حاجة ما كانش متوقعها أغلب المدريديستا، لأن ريال مدريد ما عملش ملكاته. ريال مدريد راح جاب مدير فني من إيفرتون اللي هو مفترض كان جاي عامل المشروع لإيفرتون إن هو يوصل دوري أبطال أوروبا أو حتى اليوروبا ليج، أنت رحت جبت أنشيلوتي في مفاجأة كبيرة جدا، جالك بسم الله ما شاء الله كل حاجة ظبطت معاك، يعني اللعيب اللي ما كانش بيعرف يجيبه جان زي فينيسيوس بقى واحد من هدافين الفرقه، ماركوس الونسو اللي كان ماركوس اسينسيو اسف اللي كان ضايع وبيحاول ان هو يدور على اي عرض يطلع من جحيم دكه ريال مدريد، دلوقتي اسينسيو بقى واحد من نجوم الفرقه، واحد من اللعيبه الاساسيه، واحد من الناس اللي بتسجل، لعيب منتظر بزوخه زي جاريث بيل، برضه لسه جاريث بيل بيلعب جولف يعني عادي، الموضوع بالنسبه لجاريث بيل ما تغير، الموضوع مش محتاج مدرب، الموضوع محتاج لعيب عنده اراده وعنده روح ان هو عايز يرجع. وبمناسبه الاراده والروح، فديجو سيميوني اتبنت اسطورته في اتلتيكو مدريد حوالين قلوب الدفاع اللي كانت موجوده عنده قبل كده، والروح والعزيمه والاصرار، وان احنا مش كل كره عرضيه بتخش جون، بس بسم الله ما شاء الله، يعني من ساعه ما قرر ان هو يضحي بجودين الدنيا بالنسبه له راحت فطيس، الدنيا بالنسبه لسيميوني بقت ضايعه خالص في خط الدفاع، خط دفاع اتلتيكو مدريد بقى بيستقبل كل ماتش بمعدل هدف او هدفين، اللي هو يا معلم فين يا معلم قلوب الدفاع القويه؟ لا الكلام ده كان زمان، يعني النهارده مفترض ان ده ديربي مدريد بين ريال مدريد الاول واتلتيكو مدريد الرابع اللي بينافسوا برشلونه السابع، يعني شوف سبحان الله يا اخي، ريال مدريد في بيف السفنجه او في الدوري الاسباني حاليا، ريال مدريد متصدر الدوري باكتساح كبير جدا، تبص على اتلتيكو تلاقي اكونيا وانطوان جريزمان هم اللي موجودين في ال 4 4 2، طب فين سواريز يا معلم؟ سواريز مش موجود، معلش يعني احنا بنعتمد على كراسكو وبنعتمد على انخيل كوريا ان هم هيكونوا موجودين على الاطراف، وكوكي ورودريجو دوبول في نص الملعب، كوكي ودوبول بيعملوا مجهود كبير، بس لما اخذ توني كروز ومودريتش على واقف مسيطرين على نص الملعب، ومعاهم كازيميرو طبعا مسيطرين على نص الماتشات الكبيره يا باشا، الناس دي بتكون حاضره وبتكون موجوده، وراهم خط دفاع مكون من الابا اللي هو كان ربنا كرمه وكان بيلعب باك، دلوقتي بقى مساك 10 على 10، وجنبه ميليتاو، ميليتاو اللي عمل ماتش كويس جدا، وعلى الاطراف موجود مندي وموجود داني كارفاخال اللي ربنا ينتعل بالسلامه ويفضل موجود جوه الملعب ما يتصابليش كل ماتش، وراهم واحد من افضل العناصر الموجوده في ريال مدريد اخر سنتين تيبو كورتو، تيبو كورتو في عز ما الفرقه ما بتواجه ضغوطات كورتو بيكون حاضر وبيكون حاضر بقوه، علشان تيبو كورتو اللي كان موجود اول موسم اللي كان جمهور ريال مدريد بيقلق منه يبقى واحد من اهم العناصر اللي موجوده في ريال مدريد، طبعا قدام بقى كريم بنزيما، بنزيما كان اكتر مهاجم في العالم بياخد قلش، بنزيما اخر 3 سنين بالنسبه له افضل مهاجم في العالم بجد والله، كريم بنزيما بسم الله ما شاء الله بيقدم اضافه كبيره جدا لريال مدريد، ده غير فينيسيوس اللي اتطور جدا تحت ايد كارلو انشيلوتي، ومش هنتكلم على اسانسيو ان احنا اتكلمنا عليه، فمفترض دلوقتي ان فرقه زي ريال مدريد ما لهاش اي منافسه في الدوري الاسباني خالص، ريال مش جاي ينافس حد، الريال جاي وعنده افضليه فنيه وافضليه نفسيه وتكتيكيه، لان لو قعدت تبص على 4 3 3 بتاعت كارلو اللي بتتحول في الحاله الدفاعيه ل 4 4 2 هي افضل بكتير في العناصر وفي المجموعه من لعيبه اتلتيكو مدريد، لان اتلتيكو مدريد لولا تعثر ميلان ما كانش وصل لدوري ابطال المرحله القادمه، دوري ابطال سيئين في الدوري سيئين، كان في كلام الاسبوع اللي فات على احتماليه اقاله سيميوني، فانت بتتكلم على فرقه رغم ان هي بدات الموسم مرشحه اولى للتتويج بالدوري الاسباني بسبب الحاله اللي عليها ريال مدريد وبرشلونه، الا انهم وصلوا ل 17 ماتش كده وهم في المركز الرابع وبيحاولوا يلاقوا نفسهم في منافسه مع بيتيس وتشيبيليه، لان الريال شرخ شرخ لوحده يا باشا، الريال بدا المباراه بدري بدري، فينيسيو جونيور عمل اسيست جميل جدا لبنزو اللي خدها وان تاتش، علشان تقعد تفكر كده هو سيميوني كان بيلعب على بنزو ان هو 60% من قدرات ريال مدريد الهجوميه، ونفس البنزو اول كوره بيسجلها لا عاش والله سيميوني على الدفاع الحلو اللي عندك ده، طب اتلتيكو مدريد بيحاول يرجع في المباراه بيحاول يرجع، بس خط الدفاع وحارس المرمى تيبو كورتوا بيكونوا موجودين وحاضرين في كل الهجمات اللي بتطرح على ريال مدريد، لحد ما تقعد تبص كده اتلتيكو ممكن يسجل، لا والله الاقرب ان الريال يعمل مرتده بفينيسيوس او باسانسيو ويسجل، وده فعلا كان حاضر وموجود الشوط الثاني، الشوط الثاني ريال مدريد برده ما بيقررش ان هو يضحي قوي ويلعب مباراه مفتوحه، لان احنا متفقين ان كروس ومودريتش مش هتحمله جيم مفتوح كتير، يعني مش هتحمله 90 دقيقه جري كتير، فالعب على الواقف، على الواقف وكده كده مودريتش يعرف يخلصها لك وهيعرف يحرك لك الفرقه كلها وهو واقف بس في الملعب، واقف بس على رجل واحده بس حرك لك الفرقه كلها في الملعب، ودي بقى فايده الخبرات يا باشا، الخبرات
الخبرات مش لعيبه بتلعب عشان خاطر هي ابناء كاتالونيا وابناء عاملين، ده فوائد الخبرات. فوائد ان انت عندك بنزيما واحد من افضل المهاجمين في العالم، هو بعتبر لسه افضل مهاجم في العالم، وراه توني كروس ولوكا مودريتش اثنين من افضل الديفندرات ومن افضل لعيبه خط النص في العالم حاليا، وجنبهم كازيميرو اللي بيكون حاضر في كل الماتشات الكبيره. دي عناصر الخبرات. ساند اللعيبه الشباب اللي هو زي فينيسيوس واسانسيو، لو نعتبر ان اسانسيو شاب، فعناصر خبرات، ساند عناصر الشباب، مش شباب بيحاولوا يسندوا الخبرات. عشان كده ده الفرق الجوهري ما بين ريال مدريد وما بين برشلونه، ده اللي مخلي ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني، بيقدم كره جميله اغلب الماتشات، وماتشات تانية بيقدم كره سيئه جدا، عكس برشلونه اللي بيقدم كره سيئه في اغلب الماتشات. فانت بتتكلم دلوقتي ان ريال مدريد في رغم ان هو مش قوي، ورغم ان ريال مدريد ما عملش ماركاتو كبير، الا ان العناصر الموجوده في ريال مدريد قادره تخلي ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني، بعيد جدا على برشلونه، بعيد جدا على اتلتيكو مدريد. وحسبي الله ونعم الوكيل في كاسيميونيا اللي كنت اعطيني امل انك ممكن تيجي تعمل النهارده ماتش كويس قدام ريال مدريد. بتكلم بحرقه كده ليه؟ لما انا برشلونه يا باشا كنت جاي اشجع اتلتيكو، بس للاسف انت على عيني. الف الف مبروك والله جمهور ريال مدريد، ان شاء الله باذن الله هلا مدريدي السنه دي، مبروك لكم على الدوري من الاول كده. انا منتلت مين بقى؟ احنا بقيت عامل منتلت، بس احنا نقعد نضحك احنا واتلتيكو مدريد مع بعض في السفنجه او الدوري السفنجه اللي احنا موجودين فيه ده. بس يعني ان شاء الله اصابه كريم بنزيما ما تطولش، لان مش هنقعد نحسد احنا البنزو، يعني عيب، يعني يوم ما نحسد ابو ابراهيم عيب يا باشا. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش تذكر دايما ان لا توجد اسوأ ما في الحياة الا انك تشجع برشلونة حاليا النسخة الحالية. ايه الجملة العبيطة اللي انت، بس عادي عادي عدت.